مثلا طرحوا عليا اليوم السؤال نهار كامل والسؤال ديما يعود. شوفوا لا ليست هذيك يا جماعه ما عندها حتى معنى، وكون نحبوا نعطيوها معنى. عناصر الرشاد عناصر ارهابيه، عناصر الماك ماشي عناصر ارهابيه. لو ماك ني با ان موفمون تيرورست، رشاد ايت ان موفمون اوتمون تيرورست. ونوزن الكلمه تاعي، تيرورست بدرجه عاليه. رشاد رشاد منظمه ارهابيه بدرجه عاليه، اوتمون تيرورست. لو ماك ني با اون اورغانيزاسيون تيرورست. ليست هذه ما عندها حتى معنى. بقى نجيبها لكم من الاخر. كون مثلا نقولوا ربما يعني قال بكري ما زرطيتش وكملت، جو سري تري زونوري نريكوبيري لو دوسي رشاد ونحارب رشاد ورشاد نقضي عليها من الجذور كمنظمه وكفكر قطري تركي اخواني ارهابي، لانه على بالي عدو التطور هو الاسلام السياسي، وهذا الناس اسلام سياسي، فهم اعداء التطور، اعداء الحضاره الانسانيه، اعداء الانسان، اعداء الرحمن، اعداء محمد عليه الصلاه والسلام، لانهم كذابين، لانهم دي زيسكرو، سي دي كريمينال. دونك السؤال تاع ليستا ما طرحوهش. نوليو الموضوع واش ديكلارا ميلونشون. سي تري امبورتون. واحد يقول لكم كون نكون انا رئيس وننجح في الانتخابات رئيس منتخب نطرح السؤال على الرئيس الفعلي باش تعرفوا باللي فعاليه الدول ماهيش في الرئيس اللي يجي كل خمس سنين. على هذه ما يكسرلهمش راسهم، ما يقلقهمش بزاف الرئيس اللي يجي كل خمس سنين، يخليوه يلعب مثلا في رئيس يجي يقول لك انا نحي 5 اورو للاعانات المجتمع هذيك تاع الناس، الاخر يجي يقول لك نزيد 10 اورو يخليوه، واحد يجي يقول لك انا نريكروتي 7000 بوليسي، الاخر يجي يقول لك انا نقص من لابوليس 5000. بصح السياسه الخارجيه، السياسه الماليه، سياسه الشركات العسكريه، سياسه الشركات المنتجه للاسلحه، المصالح الفرنسيه في النيجر وفي افريقيا وفي اسيا، ماشي الرئيس المنتخب هو اللي يسيرها، يلقى إدارة تسير فيها وما يقدرش يخرج هو على تعليمات الإدارة هذه، ما ينجمش، ما يقدرش، ما يقدرش يخرج. غدوة كون يطلع الجزائر يحب يحرر رئيس في فرنسا يحب يحرر الجزائر ما يقدرش، عنده ضغوطات يقول له أتونسيون ألجي تي توش با سي اونكور اون كولوني امبورتونت. شيراكو قالها لكم، قال لكم اي فوروندر كيلك شوز على افريك، توت نوتر ريشيس فيان دو لافريك. بون اون غروسو مودو فهمتوا الموضوع تاع اليوم. اليوم مانيش حنحكي لكم على الجزائر الميزيرية، قرارات ما كانش، حكومة مكرفصة، خلاص على بالكم، على بالكم بشي هذا، واش راح نقول لكم على نعاودوا لكم انايا. بوركوا؟ على بالكم به، فو سافي. نحكم واحد نقول له على بالك المنظومة التربوية والمدرسة الابتدائية في الجزائر كارثة، هو ولادو يقرا في المدرسة هذه، بيبيسير على باله بلي كارثة. أو يشوف فيها بعينيه. بصح ما حبش ينوض، ما حبش يدافع على ولادو. هذا واش اللي يهبلني، صح أنت مسبل روحك. انت قابل تتعفس، قابل يعفسوا ولادك، قابلين يعفسوا ولادكم، الله غالب، جاري نادير، سي او بوبل دو ديسيدي. ماتنا الاصوات اللي تقول لكم الحراك يولي، الحراك انساوه، وعمرو لا يزيد يولي حاجه واسمها، سميتوه الحراك، نهار سميتوه الحراك قتلتوه، حنا سميناه ثوره، انتم سميتوه حراك، نهار سميتوه حراك، ديجا سيتي لو برومي با تاع لو سابوتاج. تاع لو سولافمون بوبولار، باسكو ان سولافمون بوبولار دوفي تاتر من بعد يتورغانيزا وتولي عنده قياده سياسيه ويرجع ثوره. انتوما بكلمه حراك وما ديروش قياده سياسيه رجعتوه هباء منثورا. النظام يروح بالاتحاد نتاعنا، بالوعي السياسي تاعنا،
هنا النظام هذا نقدروا نقضيو عليه، لكن كما يقولوا يعني حنا نبلغوا نوعيوا نقدموا الرسالة تاعنا والباقي على الله سيتو. انا نقول لهم اونيتمون نقول لكم نقول اسمح لي يا سي علي اونيتمون نقولها للزوديتور تاعنا كاين غير رب العالمين، تمنوا ولا ما تمنوش شغلكم، ما كاين غير رب العالمين سبحانه اللي يقدر يتدخل باش يحرر الشعب الجزائري من الاستعمار والاستعباد اللي راهو فيه. برك هذه نقولها عن قناعه، لانه الله غالب، عندنا شعب جاهل مجهل ما تسنى منه والو الشعب الجاهل، دونك رب العالمين وما اراد بعباده سيتو. تفضل علي شكون تحب تقول خويا؟ الياس واحد في واحد لا ريجون هكا كان يموت هكا يوم، وجا ليه واحد باش يشهد له، عيب به يا ودي شهد ما بغى الاخر قاعد يلقف ويسق في كرعيه ويزق حتى خرجت عمله. طوماش قال له عاونتو الماكسيموم درك اللي تطوى عصرين، قال له ما عندي ما ندير له درك. اكزاكتومون سي علي. الوغ شو يا الياس اخويا، حنا رانا صرنا كيما هذاك اللي جاي يعاونو في قبر رمو، والشعب هذا حاربنا بالفاس. الو نطلبوا من ربي سبحانه عز وجل بالك يكاكيهم، خاطر كاين ناس نوايا اللي راهم في الوسط مضرارين وما عندهمش الجهد، بالك على ربما هذوك الناس هذوك ربي يستجيب لنا ويجي ينزل كاش معجزه ان شاء الله ويصلح لنا هذه البلاد. شوف اسي علي، انا جوستومون على وجه الوليدات على وجه الملائكه اللي كاين في البلاد هذه، انا نقول لكم ادعيوا رب العالمين يرفع علينا الهم نتاع الاستعمار هذا، باسكو الله غالب حقيقة، الله غالب. الحلول نعرفوها وعندنا، نقوموا بالبلاد نعرفوها وعندنا. شوفوا قبل ما نجاوب على ان ابل تليفونيك الكاتربان تكون جاوب عليه. الياس احنا ما نقطعوش الامل، خاطر الامل اللي يتمنى دائما لينا ان شاء الله باذن الله هذا الشعب الجزائري، احنا نتمنوا ان شاء الله يكافيه ربي وننالوا والتعب تاعنا ما يروحش بطل باذن الله. خويا الياس شوف سي علي، اني معاك بصح سي تو فو نقولها لك صراحة انه قدام الناس ما عنديش حاجة نخبيها، بس كان العيب عيب واللي ماشي عيب. كي نشوف انا الوضع الصحي نتاعي، كون جيت في الجزائر راني في عداد الموتى، والله في عداد المبرمدين، خلاص يعني حالة مش نقول لك طابلة. دونك لازم تفهموا ايها الشعب الجزائري، انسان اللي يتعرض لابتلاء في الصحة تاعو، أهم حاجة يتعلمها في الدنيا أنه يكون صغير أمام الله عز وجل، باسكو يفهم باللي ما يسوى والو،